إذن ببدء فعاليات أعياد الميلاد المجيد، استقبلت بيت اللحم حارس الأراضي المقدسة قدس الأب فرانشيسكو باتون، والذي تم استقباله في ساحة المهد. نأمل هذا العام أن يكون أفضل من الأعوام السابقة، أن يكون هناك أعداد متزايدة من الزوار والسياح والحجاج، وكذلك أن تتحسن الأوضاع، وخاصة بعد جائحة كورونا وما شهدته المحافظة والمدينة من تراجع اقتصادي كبير. نامل أيضا في هذا العام ومع بدء هذه الاحتفالات أن يتدخل العالم جميعا من أجل لجم هذه الإجراءات الاحتلالية في محاصرة المدينة والاقتحامات الليلية. قمنا بتحضير حوالي 700 شرطي لهذا الموضوع، بالإضافة إلى حوالي 46 مركبة. هناك تعليمات دائمة ومستدامة من السيد اللواء يوسف الحلو قائد الشرطة الفلسطينية، والمتابعة الحثيثة منه على أن تكون هذه المناسبة مناسبة دينية ووطنية بامتياز، حتى نقوم بتسهيل زائري محافظة بيت لحم، وأن تمر الأعياد إن شاء الله بأمن وسلام. وبالتزامن مع وصوله، عقدت بلدية بيت اللحم مؤتمرها الصحفي السنوي التقليدي بمشاركة المؤسسات المعنية لإعلان هذه الفعاليات تحت عنوان روح الميلاد تجمعنا، والذي تم فيه الحديث عن الاستعدادات التي جرت لاستقبال الوافدين من جميع أنحاء العالم. هذا العام سيكون مميز لأننا نحتفل بمرور 150 عام على هذا الصرح العظيم بلدية بيت لحم، ونحن نفتخر في هذا المجلس بأننا موجودون في هذا الاحتفال. فهذه الاحتفالات الميلادية المجيدة تعبر عن سعادة الشعب الفلسطيني بميلاد رسول السلام في أرض فلسطين في مدينة بيت لحم، حيث بيت لحم نشرت إلى العالم أجمع رسالة السلام. في هذا العام وصلنا حتى هذه اللحظة حوالي 600 ألف سائح من كل دول العالم، وهذا العدد احنا بنعتبره عدد يعني جيد جدا بالنسبة للسنوات الماضية بسبب جائحة كورونا، ولكن نتمنى انه يكون العام القادم مثل ما قبل الجائحة، ونتمنى انه حتى تزيد اعداد السياحة لفلسطين ونسب الإقامة. انتعاش ملحوظ سجل في قطاع السياحة في بيت لحم بعد ركود طويل بسبب جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الأوضاع في المحافظة، وتوقعات باستقبال الآلاف من الزوار في هذا الشهر. بالبهجة والسرور تستقبل بيت لحم أعياد الميلاد لهذا العام وسط تجهيزات واستعدادات كبيرة من جميع المؤسسات المعنية. من بيت لحم، محمود فراش، تلفزيون فلسطين.